مساء الخير على الحال، كل سنة وانتم طيبين، وخميس عهد سعيد لإخواتنا المسيحيين. طبعا عارف إن أغلبنا مفيش النهاردة بقى غسيل الأرجل ولا اللقان. كل سنة وانتم طيبين. الحقيقة إحنا كنا متفقين في رمضان إن إحنا هنشتغل على قصة المتحف، لكن يعني بنتي قالت لي إن الأستاذ صديقي وأخويا العزيز الأستاذ محمد مصطفى أبو حاجة كتب على الفيس، وأنا يمكن ما بدخلش كتير على الفيسبوك، انه عايز يتكلم على الكهنه، والحقيقه ربطها ربط لطيف قوي، وقال هل صراعات الكهنه ارتبطت بتهشيم المناظر في بعض المعابد دون الاخرى ولا لا؟ مشكله الكهنه. محمد مساء الخير عليك الاول وعلى كل اخواتنا واهلنا في اسكندريه والغردقه. انا عارف ان انت يعني فارد الجناحات كده، وانت راجل من الناس الجمال اللي الواحد بيعتز بصداقتهم جدا. الكهنوت في مصر القديمه، الكهنوت في مصر القديمه لم يكن الكهنوت في مصر القديمة ذات بعد ديني فقط. يعني كلمة إن الكاهن رجل دين، لا، الكاهن كما عصى موسى وليا فيها مآرب أخرى، حاجات كتير. الكهنوت كانوا دولة داخل الدولة، كانوا الحكم اللي بيتخفى خلف الستارة وممكن يحرك البلاد. يعني لما اجي الاقي في نهايه الاسره الرابعه تصل خنتكاوس للحكم، ثم يتزوجها اوسر كاف كبير كهنه الشمس، ثم تنقل له الحكم، فيبدا حكم كهنه. يبدا الكهنه من هنا يشتغلوا على تاصيل عباده رع. طيب مين الاله الاكبر الموجود في اكبر مدينه دينيه موجوده في مصر في الوقت ده؟ اتوم. انا مش هلغي اتوم، بس احنا كهنوت رع نعمل ايه؟ نخليه اتوم رع، ونخلي رع يتواجد، ثم نحوض في القصة ونبدأ نشتغل لغاية ما نوصل إن نجعل من رع هو الإله الأكبر. وعلشان كده لما نيجي نقرأ النصوص، الله يرحمه أستاذنا الدكتور عبد العزيز صالح كان دايما يعلمنا بجملة جميلة أوي، يقول لك الكهنة هم قاعدين عمالين يتكلموا قصاد بعض، فيقول له من الإله الخالق؟ بص بقى الكهنة، من الإله الخالق؟ إنه أتون. بعدين يجي يقول بالهيروغليفي كي جد قول آخر أو آخر يقول، بل إنه رع، بل انه يبدا هنا الكهنه يشتغل ويبدا يأصل المدينه بتاعته ويبدا يأصل المعبود بتاعه. في الدوله الوسطى بعد ما خرجت مصر من مرحله عصر الانتقال الاول والخلاف الكبير ما بين اهناسيا وحرشف وما بين طيبه ومنتو، التزمنا مع مونتو في الأسرة ال11. لما جم ملوك الأسرة ال12 عايزين يعلوا من مكانتهم في الدوله، جعلوا من مونتو معبود، لكن حطوا امون امحاط أمون في المقدمة. أمون أصبح هو الإله الأكبر، وبدأوا يأصلوا، بدأت القصص تتحرك لأمون، وبدأ من هنا الكهنة يشتغلوا على أمون، لكن دون هنا تهشيم يا أستاذ محمد لآثار مونتو، يعني مونتو، بل بالعكس أن ملوك الدولة الحديثة كانوا دائما ما يضعوا آثار مونتو كثيرا بشكل محترم، بل أن أستاذنا الدكتور أحمد عيسى دائما يفكرنا بحاجة، يقول مونتو دائما صقر ياخد ريشتين أمون وياخد اتنين كبرى على رأسه مش واحدة. تكريم وتكبير او تعظيم لهيئه مونتو الاله الاكبر. في الدوله الحديثه كهنه امون حبوا في مؤسستهم الدينيه الكبيره اللي هي مؤسسه الكرنك، اللي انا دايما مع الفرق في التشبيه اقول كانها الفاتيكان. ما كانش مؤسسه دينيه، ده كانت دوله. نعمل ايه؟ ادخل واقول طيب انا قلقان من كهنه اوزوريس عشان ما يجيش اوزوريس يعمل كذا، ادخل اوزوريس المعبد واعمل مقاصير اوزير جوه الكرنك. انا قلقان من رع اعمل مقاصير الشمس جوه المعبد. انا وامون نفسه خليه امون رع، يعني انتوا قلقانين من رع ومدينه اليوبلس احطه معاها. احط معبد لمونتو، اجيب مونتو عندي، احط معبد للأوبد، احط معبد لموت، احط معبد لبتاح. الالهه الكبيره اللي ممكن كهنوت هيقلقوني ادخلهم واخليهم شركاء في البيع او اللعب. علشان كده دون ان يمس هذا من اقتصاد المعبد، علشان كده لما جاء من حطب الرابع ودخل المعبد وبدا يدخل اله، هو احتار هدخل مين؟ بتاح موجود، اتوم موجود، اوزوريس موجود، جب التسوع موجود، يعني مين هيقول؟ فاختار الصوره من صور الشمس اللي هو موجود من الدوله الوسطى. بالمناسبه كلمه ايتن موجود عندي في النصوص من الدوله الوسطى كارتباط بالشمس، بل ان من حطب الثالث كمان ارتبط باتون في بعض الامور. دخل اتون، الكهنه قبلوه، قالوا ايه؟ هناخده اسف في التعبير البلدي اللي هقوله، هناخده في عبنا، هيبقى جوانا. لكن كان الخلاف يا ابو حميد هنا، الخلاف في ايه؟ ان لما دخلنا وابتدينا ندخل القرابين لامون، لقينا القرابين ابتدت كميتها تقل ويروح جزء منها لمين؟ لاتون. هنا كان الصدام.
الكاهن دايما زي ما قلت لك وليه فيها مقالب اخرى. الكهنه ابتدوا يلعبوا مع اخنا مع امنحوت برب، لا رفض، طب اخرج من هنا، خرج راح على تل العبارده والقصه اللي بقيت احنا عارفينها. طيب اخر نص الاخناتون، اخر نص او اخر اشاره الاخناتون في سنه 17 بتقول ايه؟ اخناتون وقع على مرسوم ادخال النبيذ لمعبد امون بالكرنك. بصوا حتى لما دخل هنا دخل اقتصادي. الكهنه هنا لغايه دلوقتي كانوا يستطيعوا ان يمتلكوا سده الحكم، حتى انه بعد اخناتون والدخامنسو اللي هي عنخس امبقتون لما بعتت لملك الحيثيين وقالت له ساعدني ان ابنك يجي بعد موت جوزي توت عنخ امون، اللي حصل هنا ايه؟ ان قوات الجيش تدخلت بحرمحب وسمحوا لكهنه امون بتولي الحكم كفتره انتقاليه. بعد اي ابتدى ضباط الجيش يتولوا حرمحب رمسيس الاول والرعامسه بعدين. استمرت القصه دي بعد نهايه الدوله الحديثه. الكهنوت كان دورهم ايه؟ بين قوسين الكهنوت رفضوا فكره الحكم الثيوكراتس، ثيوكراتس الحكم الدين، رفضوه، اصبحوا بيخلوا الملك زي الماريونيت. يعني لما نقرا سمندس وهو قاعد يقول انا قلقان وبعت الحور استعطفه واقول له قول لي ايه المشكله اللي في المقاصير بتاعه تحتمس الثالث والميه اللي بتاثر على مقاصير تحتمس في معبد الاقصر، فبعت 5000 واحد عشان ينظفوها. الكهنه كانوا من القوه. طيب لما نيجي في العصر اليوناني الروماني هنجد ان لعبه الكهنه استمرت. لما جم البطالمه وبداوا يشتغلوا وجم كهنه إيزيس في فيلا وجه بطلميوس 6 وعمل الديدو كاشينوس اللي هي اللوحة الشهيرة اللي حدد فيها منطقة ال 12 كانت خنوم إلو في إليفانتين. فكانت خنوم قالوا إيه؟ قالوا على فكرة اوعوا تكونوا فاكرين، ده كانت خنوم قالوا الكلام ده بقى أيام بطلميوس 5، قالوا يعني جددوا لوحة وقالوا إن بطلميوس 5 جدد اللوحة دي. في الغالب اتكتبت وقتها، اتكتبت في عهد البطلمة، ملهاش علاقه بزوس. اللي قالت ان زوسر حلم وانحطب حكوا قصه اقرب لقصه يوز. القصه هنا بيني وبينكم غالبا ليس لها علاقه بزوس، لكن هو عايز يقول يا استاذ محمد، عاوز يقول لكهنه ايزيس اذا كنتوا فاكرين ان ايزيس ليها مكان على فيلا فخلوا بالكم ان من ايام زوسر لما كانت البلد دي بتجوع كان بيجي يجري على خنوم، يقوم يردوا كهنه ايزيس عليهم في الاباتون، المنظر اللي على يمين الاباتون في فيلا بتاع هادريان اللي يقول لك النيل قاعد في منبعه عند الصخور، يقول لك طيب اذا كان النيل نفسه بيطلع من عندنا خنوم بتاعكم ولا يعمل شيء. لعبه الكهن هنا كانت لعبه رائعه ولعبه قويه، سيطرت الكهنوت في كل مكان. التهشيم خلينا نكون متفقين، فكره حتشبسوت والتهشيم بتاعها تحديدا ما كانش تهشيم ديني، وخلي بالك لازلت اختلف بشكل كبير جدا مع كل اللي بينظر لفكره التهشيم عند حتشبسوت ان هي كره اللي هتحط مستاد. لو انا بكره الاستاذ محمد مصطفى او بكره محمد ابو حجر او بكره الاستاذ عبد النبي او بكره فلان هكسر حاجته، حاجه مكانه هكسر حاجته، هستنى عليه 20 سنه ليه؟ تحتمس الثالث انتظر، بل ان النص اللي الكهنه قالوا له اشتغل عليه انك انت قاعد في المعبد تعيط وتلف التمثال بتاع امون يجي يقف قدامك ويقول لك انك هتبقى ملك نبوءه بحكمك. الكهنه بيجي الكهنه بعد ما الملك بيزداد قوه وبيزداد نفوذ، الكهنه بيبتدوا يغلفوا له الحدوته دي، يغلفوا له قوته او سطوته ايا كان امرها. لكن عند اخناتون الكهنه ما كسروش حاجه في اتون على فكره، هم شطبوا الملك. ليه؟ لان الخلاف مش خلاف دين الكهنه، ليه؟ لان الكاهن ممكن يبقى عنده واحد اقتنع بفكره اتون، لان خلي بالك ان الكهنه كمان كانوا اذكياء. اتون لم ينتهي بعد اخناتون، دايما بفكر الناس بدي ان عندنا مقصوره لاتون من عهد سيتي الثاني عثر عليها في ملف. مقدمه مختصره سريعه انا عارف دي، لكن فكرتها دايما ان فكره التكسير هنا او التهشيم ومسح المرض لاخناتون كان للملك، للملك. اتون يفضل فوق الراس والعين، ليه؟ لان اتون معبود، يمكن في واحد مؤمن بيه خليه ما اخسرش جبهه دينيه ممكن تساعدني في وقت من الاوقات. ده اختصار سريع كده يا استاذ محمد، يا رب يكون رد على التساؤل بتاعك، ان شاء الله لو في اي حاجه هنتناقش، دايما بنتناقش على اليوتيوب، وهكون سعيد ان احنا نعمل لقاءات تانية كتيره. كل سنه ومصر كلها بخير، اهلي واخواتي المسيحيين، عيد قيامه مجيد وشم نسيم سعيد علينا، وانتظروني في فيديو عن شم النسيم واصله، هل هو مصري ولا لا، ونرجع لي ان شاء الله يوم قبل يوم الاثنين ان شاء الله هيكون الفيديو لشم النسيم موجود مع حضرتك. كل سنه ومصر كلها بألف صحه وسعاده. السلام عليكم.